صباح جميل طلفي عليكم عبر شاشة الجميع الشرقية من كلباء وبرنامج الجميع صباح الشرقية، هذا البرنامج اللي نسعى من خلاله لرصد كل ما هو جديد ومستجد من ناحية المواضيع والتقارير والأخبار المتعلقة بالإمارة الجميلة، الإمارة الباسمة، إمارة الشارقة وباقي إمارات دولتنا الحبيبة. وفي البداية نصبح على عمر. صباح الخير عمر. صبحت الله بالخير يا عاشة. صباح السعادة. صباح السعادة والتفاؤل، دائما ما نوجه صحيح. بأن نحن يجب أن نكون متفائلين أولا لكي نكتسب هذه السعادة إن شاء الله في حياتنا. هذه النية لازم تكون بالتفاؤل صحيح طبعا بلا شك، فبالتأكيد دائما نأمل بأن تكون حياتنا هي فيها من السعادة والفرح وراحة البال، لنكون قادرين على استكمال هذه الحياة بكل ما فيها من تحديات ورغبة في تحقيق أهدافنا. لهذا اليوم نلتقي معكم من جديد عبر شاشة الشرقية من كلباء لنجدد معكم التحية ونكون أيضا برفقتكم طوال هذه الساعة، ونكون أيضا بفقرات وضيوف أكارم يشاركونا لهذا اليوم، نأخذ معهم محتوى جديد نستفيد منه اليوم يا عاشة. إذن عمر ومشاهدينا دعونا نتعرف على عناوين حلقتنا لليوم. جولة صباحية في سوق الخضار والفواكه بمدينة خورفكان. أعراض وأسباب متلازمة القلب المنكسر. الفن التشكيلي عالم من الإبداع. ما شاء الله نشوف إبداعات من خلال عناوين حلقتنا اليوم صحيح. يعني رسم أو نحت على رمال بنتعرف عليه إن شاء الله خلال هذه الحلقة. على فكرة معلومة بعد عاشة، يقولك لما يقولك القلب ينجرح فعلياً أنت رحت لنا العنوان الثاني القلب المنكسر. فعلا القلب المنكسر وحتى القلب المجروح، يقولك لما تحسين بأن قلبك انجرح ففعلا يكون في هناك جرح. هذا طبعا اخر ما قراته، ما ادري هل المعلومه صحيحه ولا، راح نتاكد ان شاء الله اليوم من الدكتور ان شاء الله. وانا بعد قريت ما ادري اذا، وبنتاكد من الدكتور ان النساء اغلب الناس الذين يصابون بالقلب المنكسر. والله يبعد عنا ان شاء الله الحزن والقلب الله. المنكسر الله حتى المجروح. نتعرف اكثر على هذه المعلومات وعن القلب المنكسر من حلقه اليوم. فمشاهدينا في البدايه دائما ما نسال حلقتنا بمعرفه الاخر، اخر الاخبار الجميله المتعلقه باماره، سواء كانت مبادرات، اجتماعات، أنشطة، فعاليات. وأكيد دائما عمر يزودنا بكل ما هو جديد ومستجد من الأخبار المحلية. صحيح. عمر شو مجهزنا اليوم؟ طبعا اليوم أخبارنا فيها الكثير من التفاصيل، وبالتأكيد أخبارنا اليوم جميلة فيها من جمال اتحاد دولة الإمارات. وخبرنا الأول من صحيفة الاتحاد، حيث تنفيذ الشارقة يعتمد مقترحات لجنة احتفالات اليوم الوطني 50. في تفاصيل هذا الخبر، ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس. وناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من الموضوعات الحكومية الهامة المدرجة على جدول أعماله والرامية إلى تطوير العمل الحكومي وتوفير أفضل الخدمات والمرافق في كافة مدن ومناطق الإمارة. واعتمد المجلس مقترحات لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني 50، وهذا لدولة الإمارات العربية المتحدة. تضمنت المقترحات أبرز الفعاليات الرئيسية التي تعكس مشاعر الفرح والاعتزاز بالاتجاه أو بالاتحاد وإنجازاته التي شملت كافة أرجاء الدولة، وتحيي ذكرى القادة والمؤسسين وجهودهم في توحيد الدولة. وستتضمن الفعاليات أمسيات وكرنفالات فنية وغنائية وورش عمل ومعارض وأعمال مرئية وغيرها من الفعاليات. ووجه المجلس بضرورة تنوع الفعاليات والاحتفالات لتشمل كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة وتتناسب مع كافة شرائح المجتمع. كما اطلع المجلس على جهود دائرة التنمية الاقتصادية حول توفير بيانات المستفيد الحقيقي للمنشآت ونسب الامتثال لهذه الخطوة التي تعزز من جهود الدولة على وجه العموم وللإمارة على وجه الخصوص، وهذا في شأن تطوير الأنظمة الرقابية والمالية في مواجهة جرائم غسل الأموال. كما اعتمد المجلس مجموعة من المقترحات التي تدعم البيئة الاقتصادية وتحفز كافة القطاعات التجارية والصناعية وتوفر لرواد الأعمال والشركات الخدمات المتميزة في هذا الشأن وفي هذا القانون. إذن يعني اتحاد دولة الإمارات في عامه 50 بالتأكيد صحيح. ذكرى وطنية يفتخر فيها الجميع، يعتز
من مواطنين هذه الدولة والمقيمين على أرضها، وحتى الفرح على ما أعتقد يعم جميع دول العالم لكي يكونوا أيضا فرحين باتحاد دولة الإمارات. الحقيقة عمر، أنت لما تقري الخبر، لما تقري الخطة التي ستوضع إن شاء الله في إمارة الشارقة من احتفالات، من أنشطة، من فعاليات بمناسبة هذا اليوم اللي هو اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لا شعوريا حسيت بالفرح. يا سلام. فبالفعل دائما المجلس التنفيذي مشكورين، توضع على طاولته العديد من المبادرات. صحيح. سواء كانت القريبة المدى أو حتى بعيدة المدى لمناقشتها ووضع أكيد الاقتراحات والحلول المناسبة لها. طبعا. ممكن أيضا حتى تظهر بشكل صحيح، بشكل سليم، وفقا بما أننا نحن الآن في هذه الجائحة، هناك في إجراءات احترازية، هناك في أمور يجب أن يتبعها، سواء كانت الجهات المحلية أو حتى التي تقيم هذه الفعاليات أو حتى للجمهور. فجميع هذه الأمور ممكن نوقشت في هذا الاجتماع المهم، ونتري إن شاء الله لهذه الاحتفاليات بمناسبة مرور 50 عام من اتحاد دولة الإمارات الحبيبة. وأيضا يعاش خبرنا أيضا الثاني والأخير هو أيضا في نفس الإطار من ذكرى اتحاد دولة الإمارات لعامه 50. وفي خبرنا التالي من الإمارات اليوم، عبد العزيز المسلم يروي حكاية 50 عاما في حفظ التراث الإماراتي. وفي تفاصيل هذا الخبر، أكد رئيس معهد الشارقة للتراث الدكتور عبد العزيز المسلم أن ما قدمته حكومة الشارقة في حفظ التراث الثقافي خلال 50 عاما الماضية كان له دور مؤسسي وأكاديمي وعلمي كبير، أسهم في الارتقاء بالذائقة العلمية والأدوات البحثية من خلال إطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على الإرث غير المادي للتراث الإماراتي، وتمثل في جمع الأدب الشعبي والعادات والتقاليد والمعارف التقليدية في أرشيفات خاصة، وطرح إصدارات وأيضا موسوعات وقواميس شكلت ذخيرة تراثية كبيرة للباحثين والمهتوين والمتذوقين. وقال رئيس معهد الشارقة للتراث أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تم ترميم المناطق التراثية في الإمارة، والتي بدأت من مدينة الشارقة حي الغرب، حيث تم ترميم معظم ما نراه في الشارقة القديمة في منطقة شويهين، حي الفنون حاليا، وفريج السوق، وفريج الشيوخ، وفريج المريجة، وأيضا منطقة التراث. كما تم ترميم الأسواق وإعادة الحياة بها، ونوه إلى أن الترميم امتد إلى مدن كالباء وخورفكان والذيد والفلي ودبي الحصن حتى خارج الإمارة. وكان لنا دور في الإمارات أخرى في مجال الترميم والصيانة، كما تم إعادة إحياء المناطق التراثية القديمة. وأوضح بأنه بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة أيضا يتم الإعداد حاليا لإنشاء متحف رئيس كبير على مستوى الدولة يقع في مدينة كالباء تحت اسم متحف كلباء التراثي، حيث هذا المتحف يضم ويشكل معلما كبيرا ويحتوي على مجمل ما يسمى بالتراث الثقافي. طيب، يعني خبر يسعدنا، هناك إن شاء الله تتشين لمتحف كبير يضم في كلباء يضم هذا التراث، وهو يعتبر أو سيعتبر إن شاء الله من المتاحف الكبيرة التي تضم مجمل ما نراه إن شاء الله من التراث الإماراتي والشعبي في هذا الصرح إن شاء الله الثقافي القادم. بالفعل عمر، يعني نحن لما نزور حتى معهد الشارقة للتراث وناخذ جولة في أنحاء مدينة كلباء أو حتى المنطقة الشرقية، نستغرب ونتعجب من الأماكن السكنية أو صحيح. حتى المتاحف الموجودة واللي تكون نادرة والتي تحظى بدعم من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة لترميمها والحفاظ عليها، وتكون أكيد هنالك في معلومات للأجيال القادمة عن كيفية الحياة في هذه المدينة، وكيف أن ممكن توصل هذه المعلومة التاريخية التراثية لهذه صحيح. المدينة. وحتى نحن دائما في قناة الشرقية من كلباء دائما حريصين على إرسال حتى ممكن نحن نستفيد ونفيد الجمهور طبعاً. عن هذه المعلومة التراثية وأيضا التاريخية في هذه المدينة الجميلة. أكيد إضافة كبيرة طبعاً. بتكون وإضافة هي تعتبر مادة جميلة رئيسية للمنطقة الشرقية. فعلا هي مادة رئيسية، مادة التراث إن كان المعنوي أو حتى المادي، يشكل لنا يعني قاعدة من العادات والتقاليد صحيح. والإرث الذي يعتز فيه كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة. اليوم نشوف التراث ولله الحمد يحفظ بكل أشكاله، إن كان يبدأ بالشواهد التاريخية مثل القلاع والحصون والأبراج وغيرها من القرى التراثية القديمة التي تضم البيوت والمساجد، وحتى من الأدوات، أدوات المهن القديمة، المهن
التي عاش عليها الآباء والأجداد. صحيح. وكونوا حياة بأكملها في ذاك يعني الزمان. أبغى أسلط الضوء قبل أن نظهر الطقس عمر عن قرية خور كلباء التاريخية، هذه القرية المتكاملة طبعاً. من مسجد، من مباني، من أمور، يعني حتى الخبراء لما يابوهم ناس مختصين طبعاً. نادرين من جميع دول العالم أو شتى دول صحيح. العالم للحفاظ على هذه المعلومة، للحفاظ على هذا الكنز التراثي طبعاً. في المنطقة الشرقية. طبعاً. فهنيئاً لنا. فهنيئا لنا هذه المبادرات وهذه المكرمات. صحيح. نعم. طبعا أجمل فقرة راح نطلعها الحين بما أن الأجواء جميلة ولله الحمد، أمس أمطار كان عندنا. صحيح. واليوم في شوية غيوم تشكلت على بعض المناطق في المنطقة الشرقية، نسأل الله إن شاء الله بعد هناك تكون أمطار لهذا اليوم في بعض المناطق، وراح نشوف معاكم التوقعات لهذا اليوم. أيضا أجواء مبشرة في الحقيقة ممكن لليوم في المنطقة الشرقية وباقي إمارات دولتنا الحبيبة، فإن شاء الله نتمنى عمر أن تدوم هذه الأجواء الجميلة لأن بالفعل طاقة إيجابية سعادة، نشوف ما شاء الله الشعب كله يتجول ويستمتع بهذه الأجواء الجميلة في وسط هذه الأماكن السياحية والترفيهية وأيضا النشاطات الموجودة فيها. إذا مشاهدينا وعمر ما زلنا مستمرين معاكم في فقرات هذه المجلة الصباحية برنامج صباح الشرقية، والحين بياخذنا زميلنا محمد النقبي في جولة سريعة في سوق الخضروات والفواكه بمدينة خرفكان، بيعرفنا على آخر الأسعار المتعلقة بهذه السلع. خلونا نتابع محمد وبنرجع لكم. نصبح عليكم مشاهدينا الكرام وصبح على زملائي في الاستديو. واجدين اليوم في سوق الخضروات والفواكه في مدينة خرفكان، ومثل ما تعودنا في كل أسبوع ناخذ جولة ونتعرف على الأسعار لهذا اليوم. خلونا نبدأ في البداية عند أخونا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخوي؟ الحمد لله زين. إن شاء الله اليوم عندك من الخضروات والفواكه صاف منها ما شاء الله. تعالوا يانا شوية هني. تعالوا يانا هني. خلينا نعرف البداية. طماط صندوق على كم؟ طماط صندوق هذا 23 درهم. صندوق على 23 درهم. الكيلو على كم؟ كيلو 5 درهم. كيلو على 5 درهم. الطماط من وين؟ طماط من الأردن. طماط من مستورد من الأردن. نفس الشيء الصندوق الثاني؟ ثاني اسمه مالي أبوظبي. من أبو ظبي على كم الصندوق؟ الصندوق 35 درهم. صندوق على 35 درهم الكيلو؟ الكيلو هذا 6 درهم. 6 دراهم الكيلو. تعالوا يعني خلنا نشوف شو عندك هني. عندك بعد الفيفاي المستورد فيفاي وعندك مال البلاد. مال البلاد في المستورد على كم عندك؟ هذا سريلانكا فيه. على كم هذا واحد أبا 10 درهم. الحبة على 10 درهم. تقريبا كم كيلو هي هذا؟ يمكن كيلو كيلو ونص بي واحد. كيلو كيلو ونص. مال البلاد عندك على كم؟ مال البلاد واحد أبا 5 درهم. الحبة على 5 دراهم. البلاد هو أصغر عن المستورد. اللي هي 5 دراهم. الحبة صغار والكبار ونفس الشيء؟ لا لا صغيرة يعني كبيرة 10 درهم واحد. الكبار 10 دراهم صغار 5 درهم. 5 دراهم. وعندنا هناك الحبة على كم بعد؟ الحبة هذا كرتون 30 درهم. كرتون الصندوق على 30 درهم اللي هو مال البلاد. إيه مال البلاد. صندوق على 30 درهم. كيلو؟ كيلو 10 درهم. كيلو على 10 دراهم. وعندنا الليمون هناك نفس الشيء بعد؟ الليمون بعد من البلاد وكيلو 8 درهم. الكيلو على 8 دراهم. ايوه. والصندوق؟ صندوق 25. صندوق على 25 درهم اللي هو من المحلي من البلاد. أيوة. وعندنا هناك بعد الربطه على كم عندك؟ الربطه هذه واحد بعد درهم واحد. الربطة على درهم. 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 نفس الشيء هناك بعد الربطة على درهم. بربير وعاد نفس درهم واحد. الربطة على درهم. أيوة. الورقيات كل ربطة على درهم. أيوة. وثلاث ربطات. درهم. ربطة لها درهم. درهمين نسوا هذا. ثلاث درهم. نعم. وعدنا الليمون هني بعد. الليمون هذا كيلو بعد ما اسمه فيتنام.
كيلو 8 درهم. الكيلو على 8 دراهم. والسكن البلادي. ايوه. صغار يجيز، البلادي عندنا صغار ومستورد عندنا بعد صغار، وعندنا البصل الابيض على كم؟ البصل الابيض كيلو 5 درهم. الكيلو على 5 دراهم. والليمون هنا؟ الليمون مال البلاد، هذا مال البلاد هذا، نفس الشيء. الكيلو على 8 دراهم، وعندنا هناك بعد الشمام على كم؟ الشمام كيلو 5 درهم. كيلو على 5 دراهم. وعندنا ليح هنا؟ ليح كيلو درهمين ونص. كيلو درهمين ونص. وعندنا الملفوف من وين؟ ملفوف مال لبنان. على كم الملفوف الكيلو؟ ملفوف كيلو يعني لبنان مال المحسي 5 درهم. كبار 5 درهم، صغار؟ صغير يعني 3 درهم. شكرا لك. 3 دراهم تقريبا. مشكور يا اخوي. الحمد لله، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، عند اول محل كذلك ننتقل الى المحل الاخر وتعرف على الاسعار لهذا اليوم. السلام عليكم. السلام. كيف حالك محمد؟ الحمد لله زين الحمد لله. شو اخبارك؟ شو عندك اليوم؟ خبرنا. في جرجير، في مرويد بلادي، في على كم الربطه عندك؟ درهم. الربطه على درهم. درهم. ثلاث ربطات؟ درهمين ما مشكله. درهمين واللي يبغى ربطه بدرهم. وعندنا البصل الابيض على كيلو 5 درهم كيلو. كيلو على 5 درهم. من وين البصل الابيض؟ البصل الابيض هذا في اسبانيا، هذا مستورد من اسبانيا. وعندنا الليمون هناك كذلك. الليمون مال فيتنام كيلو 7. كيلو على 7 درهم. وعندنا الهمبه هناك على كم؟ بلاد كيلو 10 درهم. كيلو على 10 دراهم. وعندنا الملفوف هناك الصغار. ملفوف ماشي كيلو 5 درهم الماشي. الصغار 5 دراهم. الكبار مثل عادي 3 درهم كيلو. يعني انا مشان ماشي 5 درهم كيلو. 5 دراهم. مشكور يا اخوي. جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام جولتنا، هذه الجوله الصباحيه من سوق الخضروات والفواكه في مدينه خورفكان. اتمنى الفقره نالت اعجابكم وتعرضنا فيها على اسعار لهذا اليوم. والان ننتقل الزملاء في الاستديو، لكم الكلمه. إذن يعطيك العافية زميلنا محمد على هذه الجولة المميزة في سوق الخضروات والفواكه في مدينة خورفكان. الآن راح ننتقل معاكم إلى موضوع آخر. إذا في يوم من الأيام كان أحد الأشخاص يشعر بانكسار في قلبه، يعني نسأل الله السلامة للجميع، وأن يكون إن شاء الله فرح في جميع أوقاته، وأن يكون قلبه مليء بالسعادة، مليء بالحب اللي لربما يتسع إلى جميع أهله، أقاربه، كل من يحب، كل من يود في هذه الحياة. فلذلك اليوم القلب المنكسر له متلازمة، وصنف أيضا كمتلازمة. اليوم راح نتعرف على هذا الموضوع ونتعمق فيه بشكل كبير مع الدكتور مازن شاهين، استشاري أمراض القلب والشرايين. أصبحك بالخير دكتور، يا مرحبا بك. صباح الخير وشكرا على استضافتكم لإلي، وأنا بحب عبر شاشتكم الكريمة صبح بالخير على جميع المشاهدين. يا نعم، يا مرحبا بك دكتور، وإن شاء الله ما ينكسر قلب حد منا أو حتى للمشاهدين. اليوم موضوعنا جدا مهم، يعني في الحقيقة أول مرة ممكن يمر علينا اللي هو القلب المكسور. ما هي متلازمة القلب المكسور دكتور؟ متلازمة القلب المكسور هو لما يصير في حالة مشاعر أليمة، مثل لا سمح الله وفاة، فشل ذريع، خبرية مؤسفة، عطلة القلب بتصير ضعيفة. وهيدي سببها هو تغيير بالهرمونات، وضع وراثي بيعرض هيدا الشخص أنه يصير في عنده انكسار أو ضعف بعضلة القلب عند حدوث مشاعر مؤلمة. بالإنجليزي منقلها Stress-Induced Cardiomyopathy، بالعربي متلازمة القلب المنكسر. ممتاز. طيب دكتور، لماذا صنفت كمتلازمة؟ هل هي فعلا متلازمة، لها كل ما يلزم أن تصنف كمتلازمة؟ حدثنا عن هذا الأمر قليلا. نعم، لأنه بيجي المريض عنده عوارض، وجع صدر، بكته عرق، ضيق نفس، وصعب نميزها عن الأزمة القلبية، حتى في تغيير بتخطيط القلب. الصورة الصوتية للقلب بتكون معظم الأحيان مش طبيعية. وكثير صعبة أول فترة نقدر نميزها عن الأزمة القلبية. من هيدا السبب هي نعم متلازمة، وتصنف كمتلازمة القلب المنكسر. نعم. وين الخبرية الحلوة حضرة المشاهدين؟ أنه علاجها سهل، والبروغنوسيز يعني الأوتكم يعني النتيجة تعيتها، إذا المريض انتبه وراح عند حكيم القلب مبكراً إلى علاج، هو أدوية بسيطة بتحسن عضلة القلب وبتحمي المريض
من قصور بعضلة القلب. نعم. طيب دكتور، شو الفرق بين هذه المتلازمة القلب المنكسر وأيضا النوبة أو الأزمة القلبية؟ أكيد هناك في فروقات معينة ممكن نحن حتى نتعرف عليها من خلال حديثك. سؤال رائع. الفرق بين الأزمة القلبية أو السكتة القلبية ومتلازمة القلب المنكسر واضح. الأزمة القلبية حضرة المشاهدين بيكون شريان القلب سكر، بطل عم يوصل دم وأكسجين لعضلة القلب، بيحس بأوجاع قلب قوية، وعضلة القلب بتكون بخطر أن تتوفى تضمحل. هذا اسمه الأزمة القلبية. بالجهة الثانية متلازمة القلب المنكسر مثل ما وضحنا بسبب مشاعر أليمة بيصير عضلة القلب تخف وظيفتها، بس ما بيكون في وفاة لعضلة القلب. انتبهوا لهالنقطة. يعني عرض هو مش مرض بس 100%، والبروغنوسز يعني النتيجة تعيتها أحسن بكثير من الأزمة الصدرية أو الذبحة القلبية. في شغلة لازم ننبهها، هو شرايين القلب بمتلازمة القلب المنكسر بيكونوا طبيعيين، بينما الأزمة القلبية بيكون في انسداد خطير. صح. وهيدا بيجي الفرق. بس للأسف الشديد اثنيناتهم المريض بيجي آلام في الصدر، ضيقة نفس، تغيير بتخطيط القلب، بيكون عم يكتهم عرق، وبيكون كمان إنزيمات القلب مرتفعين بالدم. ممتاز. إن شاء الله أكون جاوبت سؤالك. إن شاء الله كفيت ووفيت دكتور. ولكن دكتور يعني بالحقيقة عندما نتحدث عن كل هذه النتائج بسبب متلازمة القلب المكسور، ولكن نتحدث عن السبب الحقيقي، هل هو فعلا الحزن فقط عندما يحزن الإنسان يصاب بهذه المتلازمة، أو هو ليس بالضرورة ذلك؟ ممكن صدمة سواء كانت فرحة أو حتى حزن. ممكن تكون مشاعر قاسية أو مفرحة من الجهتين، بس عادة هي المشاعر الأليمة مثل ما قلنا وفاة، طلاق، إكسترا. في شغلة كتير مهمة، هو لما يصير في حزن شديد الهرمونات تتغير والأعصاب تتغير. لما تتغير بيصير في تأثير مباشر على عضلة القلب، فعضلة القلب بتدخل بما يشبه التوقف بجزء منها، ومن هون إجا اسمها بالإنجليزي بنقول له تاكوتسوبو سيندروم. في سبب لأنه عضلة القلب الأبيكال بارت يعني الجهة البعيدة عن الشرايين بتوقف تنبض بس ما بتموت. انتبهوا على هيدي النقطة. فمن هون إجا كلمة تاكوتسوبو. شو يعني تاكوتسوبو؟ هو اسم ياباني، هي المكنة أو المادة اللي بيلتقطوا فيها الأخطبوط. شكل عضلة القلب لما نعمل لها إيميجينج تصوير بيشبه هيدي الأداة اللي بيستعملوها باليابان ليصطادوا الأخطبوط، فمن هون إجا اسم تاكوتسوبو. لنرجع لسؤال حضرتكم، 100% المشاعر بتأثر، والطريقة هي بتعمل مثل شق أو صدمة على عضلة القلب، فبيطلع في عنا قصور بعضلة القلب. بس انتبهوا، الطب القلب كتير تطور وكتير بإذن الله سهلة ينشفى منا المريض. نعم. بس أهم شيء ما نهملها. نعم. ممتاز. طيب دكتور مازن، عند تحضيري لهذه المادة اليوم يعني قريت أن أغلب الحالات تكون من النساء، هل هذا الكلام صحيح؟ وإذا كان أن هذا الكلام صحيح، لماذا؟ ما هو السبب؟ أول شيء معك حق 100%. النساء معرضين أكثر لمتلازمة القلب المنكسر. يعني. ولنكون دقيق، نحن رجال منقهر. من النعومة ممكن أكثر. الجنس الناعم يعني ما يتحملون بعض الصدمات، لكن صحيح. للرجال ممكن صلابة أو حتى تحمل. صحيح. نحن رجال حديديين. بس لوضح شغلة، هي الريشو 9-1، يعني الستاتيستيكس بالأرقام لكل 9 نساء في رجال بيعانوا من متلازمة القلب المنكسر. إلى عوامل عديدة، منها إلى علاقة بالهرمونات، إلى علاقة بالنيرفس سيستم، بس المعلومة اللي قلتيها 100% صح، هي أكثر شيوعاً لدى النساء مقارنة بالرجال. ممتاز. طيب دكتور، أعتقد بأن 9 نساء مقابل رجل واحد هذا الشيء يعني مبرر، أعتقد بأن غالبا ما يكون السبب هو الرجل في انكسار القلب، وإنما هي مداعبة دكتور. يعني اليوم عندما نتحدث عن هذه المتلازمة فبالتأكيد نتحدث عن العلاج.
ما هو علاج هذه المتلازمة؟ كيف نعالجها؟ سؤال جيد رائع. نحن اليوم علاجها جدا بسيط، نتأكد أنه ما في انسداد بشرايين القلب، نعمل الفحوصات اللازمة اللي هي صورة صوتية للقلب، تخطيط قلب، فحوصات دم، بس لنتأكد أنه ما في خطر على المريض منبلش إدوية. الإدوية تغيير نمط الحياة، هن ذاتهم الإدوية بنعطيهم لقصور عضلة القلب، أكيد ما لح نفوت بالأسامي، ومن رائب المريض بمعظم الحالات بيكون في تحسن، تحسن جدا ملحوظ. وبرجع بقلكم لله الحمد أنه هيدي المتلازمة نتيجتها والبروغنوسيس جيد، بس المريض ضروري ما يهمل حاله. يعني لما المريض يصير عنده أزمة نفسية أو أخبار سيئة ويحس بالعوارض، ما يستخف بالأمر، يروح يشوف حكيم قلب، خليه شخصه، خليه يبلشوا على الأدوية الصحيحة. نعم. طيب ممكن هذه المتلازمة تقود هذا المريض لأمراض معينة أخرى؟ هلأ طبيعة الحال لما يصير الإنسان عنده متلازمة في القلب المنكسر بيكون معناتها في عرضة لأمراض بالمستقبل، وهيدا سبب إضافي أنه يكون في فحوصات شاملة لعضلة القلب وكهربة القلب. بس لحسن الحظ مثل ما قلنا أنه الأوتكم تاعها is good، يعني من كل الأمراض القلب متعلقة بالقلب 100% متلازمة القلب المنكسر تنعد من أحسن شيء أن الواحد يتعرض له، مقارنة لا سمح الله بمشاكل الصمام، مشاكل الدبحة الصدرية، مشاكل كهربة القلب وإلخ. ممتاز. طيب دكتور، هل إهمال معالجة متلازمة القلب المنكسر قد تؤثر على لربما أعضاء أخرى في جسد الإنسان، مثل النظر، الدماغ، العقل وغيرها من الأمور؟ 100%. ليه؟ إذا نحن صار في عنا متلازمة القلب المنكسر وضعفت عضلة القلب، والمريض أو المريضة ما راحوا أخذوا العلاج الصحيح، ما بيصير في عنا قصور بهيدي العضلة. لما يصير في عنا قصور، القلب والأعضاء الباقي يتماهوا مع بعضهم. شو معناه؟ نحن جسم واحد، إذا ضعف القلب الكلاوي رح يضعفوا، صح ولا لا؟ نعم. إذا ضعفوا الكلاوي المي بدها تروجع بالجسم، المريض بيصير عنده لهتة، بيصير في مي بالرواية، بيصير في عنده مشاكل بكهربة القلب. عم بعطيك فكرة أنه أكيد لازم ننتبه لهيدا الشيء، ولازم ننتبه أنه المريض ما يستلشي بالعوارض لما يصير في عنده حالات نفسية صعبة. صحيح. إن شاء الله كون جاوبت على سؤال حضرتك. نعم. طيب دكتور، يعني الوقاية خير من العلاج، يعني في حال حدوث صدمة لا سمح الله لأحد الأشخاص، لابد من وجود الصدمات يعني في حياتنا أو حتى الحالات، ممكن نقدر نقول يعني كيف هذا المريض يقي نفسه وأيضا البيئة المحيطة حواليه يقوم يعني يقوم هذا المريض من حدوث صدمة لا قدر الله أو حتى متلازمة القلب المنكسر؟ هل هنالك في مشروبات معينة، أدوية معينة ممكن أيضا تخفف من هذه المتلازمة أو تقي هذا الشخص من هذه المتلازمة؟ سؤال رائع. نحن بننصح كل المرضى مش بس كرمال متلازمة القلب المنكسر. إذا سؤالك عن متلازمة القلب المنكسر، لا، ما في شيء أدوية ياخدها ليقي من هيدا الشيء. نحن بننصح كل المرضى يعيشوا هيلثي. شو يعني؟ ينتبهوا شو بياكلوا، نخفف من الدهن بالأكل، نعمل رياضة، نخفف البادي ماس إندكس، نعيش حياة بوزيتيف. شو يعني؟ نحن ما فينا نسيطر على الأكشن، ما فينا نسيطر شو اللي بيصير معنا، بس فينا أكيد 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 نسيطر على الرياكشن، صح ولا لا؟ الطريقة اللي بنحكي فيها تكون طريقة رايقة، تكون ناس بطبع إيجابية، ما نخلي الحزن والأسى يسيطر علينا، نتأثر، نعمل 100%، نعمل إقلاع عن الدخان، ما نتعشى مؤخر، بعض المأكولات نتجنبها، وبعض العادات السيئة نبعد عنها، وأهم شيء نعمل رياضة. صدقوني صدقوني في كتير أشياء فاتت على مجتمعاتنا لازم نخففها. أولادنا ما عم يطلعوا يلعبوا بالطبيعة، في كتير جيل عم يقضي طول معظم الوقت على الإلكترونيكس. صار هلأ منتشر بالمجتمع مش بس الغربي، حتى بمجتمعنا الأكل الويسترن، المقالي، الدهن، جانك فود،
الفيبينج الدخان بتشوفه طبيعي هلا 18 سنه حاطط اي سيجاريت. طب هيدا كله بدنا في له فاتوره. صحيح. هيدا كله رح يعمل تصلب بشرايين طبعا الدماغ والقلب وتعرض عضله القلب. بليز خلوا رسالتي توصل. انا كثير كثير بامن بالطب الوقائي. العالم الطب تطور ولازم نحن نتطور بتوعية مجتمعاتنا العربية ومجتمعاتنا من خلال الثقافة أيضا دكتور مازن. صح، نشر الثقافة الوقائية. أحسنت. صحيح. على نشر الوعي الصحي. حرام حرام أولادنا يبلشوا يدخنوا. طبيعي هن بيفكروا أنه والله كل يوم ناكل الجنك فود. لا، مش طبيعي. بدنا ناكل طبخ بيتنا الهيلثي. بدنا نقوم نعمل رياضة. بدنا نتفادي العادات الصحية السيئة. وأنا من هون بركز على أهمية الوقاية وضروري صوتي يوصل. ممتاز. وأنا بتشكركم أنه نحن لازم واجبنا الأخلاقي والوطني أنه ننشر التوعية الصحية. طبعا. والشكر موصول لك دكتور مازن. كثير مهم هذه الرسالة توصل. نعم. أنت جزء من هذا الوعي اللي قاعد ينشر الآن عبر وسائل الإعلام المرئية والرسمية في الدولة، فبالتالي جهود تشكر عليها. أول ما طلبناك لبيت الدعوة، ما قصرت و أثريت محتوانا فيما يخص متلازمة القلب المنكسر في صباح الشرقية عفوا. فنشكر لك حضورك معنا وقبولك دعوتنا في صباح الشرقية، ما قصرت. من دواعي سروري. شكرا لك دكتور. شكرا.